كما أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أن مملكة البحرين تولي رعاية كبيرة لقطاع الشباب محليا ودوليا من خلال العديد من المبادرات والجوائز التي تهدف إلى الارتقاء بدور الشباب في جميع المجالات. في السنوات السابقة كان يمكن هناك في تركيز على الشباب في مملكة البحرين وعلى النشاط المحلي. سمو الشيخ ناصر أطلع مبادرة أنه يريد أن يرتقي بالعمل الشبابي وبالشباب البحريني إلى العالمية، فأصبحت المبادرات بدل أن تكون اقتصارها على مملكة البحرين وعلى الشباب في مملكة البحرين، أصبحت هناك مبادرات عالمية. لذلك هناك في عديد من الجوائز اللي تم أطلقها، طبعا نحن ذكرنا جائزة الملك حمد وأيضا جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، وأيضا بالأمس القريب كان هناك تتويج للشباب المشاركين، وكان هناك عدد أكثر من 120 يعني دولة مشاركة، شباب هذه الدول مشاركة في هذه الجائزة. أيضا بالأمس القريب كنا نحتفل بمرور 10 سنوات على عقد مؤتمراتنا الدولية للشباب. مرة أخرى هذه مبادرات احنا نفخر فيها أنها موجودة في مملكة البحرين، تعكس مدى اهتمام جلالة الملك حفظ الله ورعاه على رأس الهرم في مملكة البحرين بالشباب، ليس على مستوى المحلي ولكن على مستوى العالم. يعكس اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا المبادرات والسياسات اللي وضعها سمو الشيخ ناصر للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي في البحرين من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.